بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. علمك منهاج سوري يفضل اكثر من منهاج لبناني، لانه اولادنا متعودين يعني على المنهاج السوري اريح لهم، على متعودين هيك. حددوا لنا موعد الامتحانات في اخر الشهر الخامس، وان شاء الله تكون علامات ممتازه لنقدر نتاهل للصف التالي. وللاسف الشهادات هون ما انا معترف عليها في دوله لبنان، فرح اضطر سافر لعند والدي لم شمل الى دوله السويد، وان شاء الله انا توفق امري بلم الشمل، وان شاء الله باقي رفقاتي يكونوا يتوفق امرهم هون في لبنان بموضوع الاعتراف على شهاده التاسع. وشكرا. امل ان احصل على علامات جيده وايضا ممتازه، بالرغم من انها اعتقد غير معرفه هنا في لبنان، لذلك السبب سوف اسافر الى تركيا عند والدي لكي اتابع دراستي في احد الجامعات في تركيا، وامل لاصدقائي ان يحصلوا ايضا على هذه المنح او هذه الدراسه. احنا بسنه 2017، هلا دوره 2016 2017، يعني الصعوبات طلعت تركيا يعني مستحيل يمكن تطلع، بس بدنا نحاول باي وسيله باي شغله انه نطلع ونكفي دراستنا. وانا درست الفرع العلمي لانه بتركيا الفرع العلمي له مجالات واسعه كثير، يعني ان شاء الله انه بنال اللي بدنا اياه، بس الافرع الادبيه يعني ما لها مجالات هنيك. نحن درسنا علمي مشان يعني له مجال اوسع هنيك بتركيا. انا ملا محجازي من سوريا، بدرس مدرسه الفضيله اللبنانيه تابعه لوزاره التربيه، ونقلت من المدرسه السوريه للمدرسه اللبنانيه مشان قصه الاعتراف والشهادات. بتمنى انه ان شاء الله هون ينتحلنا الوضع انه ناخذ شهاده سوريه، لانه كمان ما نحن ما معنا جواز سفر حتى نطلع لبرا لبنان حتى يكون معترف عليها برا.